عليكم، صحة صيامكم، صحة سحوركم، صحة فطوركم، مشراكم يا الحباب، نورتوني نورتوني، مرحبا أهلا وسهلا بكم. إذن كما وعدتكم راني جبت لكم اليوم وصفة تقليدية قديمة قديمة محبوبة بزاف عندنا في الجزائر، هي وصفة المتوم. وصفة المتوم جبتها لكم على الطريقة التقليدية العاصمية. راح نحاول أني نبسط يعني نشرح للمبتدئات على يعني أقصى درجة ممكنة. كما كتشوفوا المتوم معناه التوم، معناه بوكو داي، توم 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 داكوغ. راكم تشوفوا هنايا قوجة، راس الله يبارك. إن أمكن الأمر ديروا زوج ريصان طبعا على حسب الكمية اللي عندكم تاع اللحم وتاع اللحم المرحي. أنا كنت شوفوا أنا درت هنا شوية حوالي واحد 50 دينار 50,000 تاع فيونداشي وطريفات اللحم. البنات نورمالمون تندار باللحم الغنمي، تندار بالكتف ولا بجيكو. أنا فقط زوجي طلب مني أني نديرها له بالبقري شوية، يعني كره بدا يكره شوية من غنمي، وطبعا طلبات وأوامر على التاج راسي درتها له بالبقري يعني إكسبسيونالمون. مي المتوم يندار بالغنمي البنات. فوالا هاكو تشوفوا المكونات. دونك أنا كاين بلون دوف، لحم مرحي كيما قلت لكم واش قدركم ربي، راس توم كبير. بون هنا إكسبسيونالمون تاني درت شوية ريحة بشوية بصلة، لاني ما قلت لكم لا ديرني فوا كيما قلت لكم شريت حاجه ما نحملش تكون توم وحدها، لازم نزيد لها شي بصل. الحميصه دونك هنايا بون الحميصه الكمون فلفل الكحل والملح، فاتتني وشويه سمن وزيت طبعا. انا دوكا نوري لكم في المهراز الى لياتي اللي جبتو من عند امي. شحال نقول لكم نروح نجيب المهراز تاع يما، نجيب المهراز تاع يما. راكم تشوفوا هذا المهراز شحال انا نقاسي به تاع القراوج، انا نعيطو مهراز القراوج. شوفوا كوم جو سو ان تران دو كومباري، شوفوا الفرق الشاسع والكبير والضخم بين هذاك وهذاك. شوفوا الله الله تاع النحاس، شوفوا القراوج لو في يدي، شوفوا كيفاش. شوفوا راني نوري لكم راني نسخ به وراني ميته بالفرحه. اونفا راني جبت مهراز، يحصل عشان عنده هذا المهراز يا جماعة الخير. هذا شوفوا قولوا عنده 60 سنة 70 سنة كي والو عادي يعني. المهم مهراز من التاريخ، وكاين واحد اخر في دارنا يعني كان عندنا زوجة، دونك هذا نحيتو اليما وكان واحد اخر خفيف يكون شوي خفيف عليه. اوكي دونك التوم يعني راس معتبر، توم يحب التوم البنات. ندرس هذاك التوم هذاك الراس مع الكمون، نتوما يدير الكمون. فوالا دونك ندرسو وزيدو اضيفوا معلوماتكم. كاين اللي يديروا توم حب ثاني سما يدرسو ويزيدوا الحب. الوغ ايماجيني باسكو يقول لك نتوما تو سامبلومون. بون حنا راح نكتفيو برك ندرسو. شوفوني ميته بالفرحه راني ندرس، ومن بعد نحيتو منها باسكو حسيت باللي حيخبط لي كامل هذيك الرخامه نحيتو رحت عند الطاقه ندرس. فوالا هاي ليك بعد ثوان معدودات، الوغ كو الاخر كنت نضل نجيب فيها 10 مينوت وانا ندرس هذاك القراوج، مهرز القراوج. فوالا دونك انا درسنا شويه ملح شويه كمون وتو كالعاده، زدت لها شويه ما. دائما البنات كي تدرسوا زيدوا شويه محلوا بميها كيما نقولوا. فوالا هاي ليك. ونروح دوك نوجد يعني لاصوص ديالي. هاوليك شويه لحم واش قدركم ربي، شويه سمن شويه زيت. كاين يدير الزبده يجي كاني تبنين يجي هايل كيما حبيتو. انا درت سمن باسكو كوم درت البقري ما فيش على بالكم البقري ما فيهش بزاف اليدام كيما الغنمي. دونك شوفوا هذيك الدرسه هايليك، على قلت لكم ديروا درسه معتبره، ديروا توم بزياده. النص ديالها نديروا دوقنا في التقليه، ونحتفظ بالنصف الاخر اللي نديروا مع لا فيونداشي مع اللحم المرحي. فوالا هذه لاستيوس. وندير هنا الفلفل الكحل، ونفس الشيء واش راني ندير هنا راح نديرو باذن الله نديرو في المعقده تاع اللحم المرحي وشويه ملح طبعا ما تكتروش باسكو في الدرسه راني درت ديجا الملح. فوالا ونحطو يتقلى. فوالا زدت هذاك شويه البصل هذاك، قلت لكم انا ما نحملش الثوم وحدها هكذاك، هي نورمال متوم ما فيهاش البصل باش نتفاهموا يعني، وما يزعفوش عليا الناس يعني اللي مازالهم شادين في التقاليد ما شاء الله عليهم. سي فاكولتاتيف هذا البصل، مي يخطر تانيك المريقه يعني ذوق بنين تانيك، مي لو فري متوم ما فيهش البصل. فوالا هكذا باش نعطيو كل حاجه حقها. ونروح للفيونداشي تاعي اللحم المرحي، قلت لكم واش قدر لكم الله ديرو. فوالا هاكو تشوفوا هذيك الدرسه اللي قسمت نصفها هاوليك نحطو هنا مع الفيونداشي مع اللحم المرحي. واش درنا في التقليه
نديرو هنا تاني نفس الشيء، فقط كنت ما ذكرت لكمش المقادير. كاين تاني لا شابلور وشويه سمن. الوغ هنا فلفل الكحل، وكما شفتوا تاني كاين بياض البيض نطم به، هاولك شويه سمن. السمن مهمته انه يطري شويه يعني باش ما يجيش ناشف هذاك الفياندا شي هذيك. ونفس الشيء لا شابلور تانيك هانيك حوالي ملعقتين. كاين تانيك اللي يديروا الفارينه، يديروا زوج ملاعق فارينه فوالا، ولموا ببيض بيض بون. هنا البنات كان عندي كنت درت استعمالات اخرى فصلت البياض عن الصفار، هي اون جينيرال ديروا صفار بيضه عفوا بياض بيضه معذره. ونخلط، قلت لكم نفس التوابل، ونخلط مليح بيدي. هنا لازم ولازم ولازم تستعملوا يدكم البنات، اليد هي اللي تقول لكم وقتاش تحبسوا، ولازم يعني مليح شوفوا كشان يعبس مليح باش ندخل كامل هذوك يعني داك اللحم يقعد يجي طري، قلبو يجي طري ما يجيش. لاحظوا كي تاكلوا في الولائم والعزائم باسكو سي تان بلا اللي يديروه بزاف الافراح، لاحظوا باللي دي فوا يجي ناشف، هذيك لي بولات يجيو ناشفين ما يقدرش تاكلوهم. دونك هاد الفكره هادي ان شاء الله يجيوكم، نروح نوري لكم من بعد كيفاش يجيو طوندغ فوالا. ومن بعد شبخوا يديكم على فان هكذا، طمو ديروا خبيزه شابه ونبداو نفصونيو في لي بولات. هنا يدي راه كانوا شويه من الدين فوالا، لي بولات ديروهم كيما حبيتو يعني في العرض تاعهم الحجم تاعهم اقصد، ديروا كيما حبيتو. مي دو بريفيرونس يجيو شويه مرفودين باش كي واحد كياكل يعني تتحس ويجي شباب تاني قلبو يجي فوندون فوالا. هاوليك الحيمه تاعي تقلى فوالا. الحميصه البنات كاين بزاف اللي يديروا في المتوم يديروا اللوز، اوكي ماشي مشكل. احنا في عائلتنا اللوز ما نديروش في المتوم، نديروه في طبق اخر اللي يشبه المتوم بصح يجي باللوز هذاك. من بعد راح نحكي لكم عليه. هذاك الطبق راقي بزاف بزاف، يديروه في صباح العروسه وبزاف الناس ما يعرفوهش. من بعد راح نديره لكم نوتخ جوغ، ممكن في هذا رمضان يعني احنا والظروف ممكن نديره لكم في هذا، يعني انا ناويه نديره لكم في هذا رمضان ان شاء الله، سينو جوست ابخي رمضان نديره لكم. دونك انا قلت لكم تحبوا ديروا اللوز وتشبحوا به في بلاصه الحميصه ما فيها باس، ما يديروه الناس يخطو في العرس. حنا قلت لكم اللوز نديروه دون ان اوتر بلا ومن بعد نحكي لكم عليه فوالا. طاب اللحم تاعي غلقت عليه في لاكوكوت، الى غنمي غلقوا عليه 35 دقيقه، والى بقري غلقوا عليه 45 دقيقه، وان كان الاصل الوصفه يندار بالغنمي فوالا. نحيت من الكوكوت كما تعرفوني دائما نحي من الكوكوطه ونرجع في هذيك النجره تاعي، هاي لك لاصوص ما تخلوش لاصوص شورورو. انا راح نزيد شويه بصح بالك وديروا لاصوص ديروها عميه برك. لازم حدو قدو، شوفوا هنا نمسغر بالعقل بلا ما نخلط لا مغرفة لا والو، حدو قدو لطولي احسبوا 10 دقائق هذوك لي بولات يطيبوا والنبي وصلينا عليه فوالا. هاي ليك الطبق 10 دقائق من بعد الطبق تاعنا وجد يا بنات. قلت لكم تحبوا في هذه اللحظه تزيدوا ديروا اللوز الى عندكم مثلا وليمه ولا كما حبيتوا. انا بوف درتو عادي عادي لعائلتي، درنا في هدايا في هذا رمضان. هنايا راني نوري لكم درت المتوم هذاك النهار، هاوليك دوق نوريكم اللحم كيفاش يجي يعني قلبو يجي هشيش ما يجيش يابس ما يجيش ناشف. هذا شويه خبز كما مفروض نسخن لكم به تاع زوجي دائما هو اللي يدير الخبز، ولا عندي بولونجي في الدار. وهذه شهيتكم في الجنه شويه كبده مشرمله، راني درت لكم الوصفه تاعها العام اللي فات اللي تحب تشوفها كيفاش نديروها على اصول على اصولها. وهذيك لا كنت تشوفوا فيها سي اون سالاد فاريي، كنت شفتها داك النهار في سميره تي في بنبريم داروها، قلت نجربها فكده في لي فيغين فوالا. شوفوا اللحم دابا نسبقوا في اللحم تاعنا ومن بعد نكسروا ديك الشلاده. شوفوا قلبو كيفاش راه باين هنا لي طوندغ، ما جانيش ناشف ما جاش يابس وجابني ويريح، وكان داك النهار يعني ما شاء الله الكوزينه كانت معبقه. هاوليك المتوم يا حبابي بكل بساطه. وفت المتوم كانيت يندار حمر، نسيت ما قلتها لكمش، البنات اللي يحبوا يديروا حمر شاهدكم في الجنه هذه الكبده المشرمله، يندار عادي. درسوا له كما درسنا الكمون، زيدوا ديروا له الفلفل القناوه درسوا و شويه عكري وفوالا جو كوا كسي سا سي جي غين اوبليي. هذه هي وما يندارلوش اللوز الاحمر، ما يندارلوش اللوز. هاي اللي قلت لكم هذوك لا سالاد اللي شفتها عند لي بنبريم داروها اون فيغين، داروها هكذا في لي كوب
سي با مال بور ديكوري لا تابلي تو بصح انا نحب التغماس من بعد هذاك لاكوب فرغتها في التبسي ما خرجتش عليا. فوالا حبايبي ان شاء الله يكون عجبتكم الوصفه ودوق نروحوا للقسم تاع الامثال وال يعني الحكايات اللي انا نديرهم في هذا الندان. الوغ حكايه اليوم راح تكون تتمه للفيديو السابق اللي قلت لكم حكيت لكم فيه على عباره تحكيها البيبيض. بعد ذاك الفيديو بعثوا لي بزاف المشتركين عطوني رايهم وبحثوا معايا يعطيهم الصحه ما شاء الله عليهم. راح جوستومون حبيت ما قدرتش يعني نخلي نجوزهم هذاك مرور الكرام قلت نوري لكم واش بعثوا لي المشتركين والمشتركات. شوفوا هذا مثلا سولي دي زاد هذا سيت ان مسيو سيت ان جونوم او شارك معنا هاو اللي قال لك سلام صحه رمضانكم. بيبيت اي تان جوج دوريجين دي زيل دو مالطا يعني اصله من جزيره مالطا d'où l'étrange appellation. Alors, avec la réputation d'une sévérité exemplaire, ce dicton veut dire tu as intérêt à bien préparer ta défense. Sinon, clac le malte. يعني تروح هذه الكلمه كلاك احكيها البيبوت بيبيت sinon clac le malte. Vous voyez? كانت الاخت ام زكريا تانيك هاي لك قالت لك كاين ثلاث احتمالات للبيبيت. الاول هو اللي ذكرناه في الفيديو السابق. الاحتمال الثاني هو ان اصل الكلمه في اللغه التركيه جاي من كلمه بيبك وتعني رضيع او طفل صغير فتحولت وانحرفت. والاحتمال الثالث اصل الكلمه فرنسيه من كلمه حيوان يعني بيبت بت يعني ان بيتي صديق حيوان ان انيمال بت فوالا يعني تحكيها الانسان غبي. فوالا هادو هما الاحتمالات كامل تاع كلمه احكيها البيبيط. زيدوا قراو زيدوا تمعنوا بالعقل. الوغ الشق الثاني اللي كنا هاني قلت لكم الجزائر العاصمه فيها ما بين كان الناس يقولوا خمس ابواب وكان يقولوا سبع ابواب. كاين اصدقائنا المشتركات صديقاتنا المشتركات من ضمنهم سيده مدام جميله من مارساي جابت لي معلومه جميله قالت لي لا لا يا مدام جميله جميله تخضر لها جميله قالت لي لا لا سي سيت بورت سبع ابواب ودارت بحث وهم ليك دوك نشوفوهم. هاي اللي كتبت لنا اللي يحب يعني وياخذ وقته باب الواد باب تسيرة باب البحر باب عزون باب جديد باب سيدي رمضان وباب سبوعة شكوا دقيقة دوك نشوفهم. الوغ باب سيدي رمضان اي باب سبوعة سي سا يتواجد هذا الباب المنفصل وسط جزر المدينة وداخل البحر دونك كاين سبعة بيبان. هنايا اللي حبيت يعني كاين راني جايبه من بعدا واش توجور مدام جميلة زادت وضحت لنا اكثر تحبوا تقراوهم بعد في غرفتكم. كل باب مثلا دوك انا نقرا لكم على باب عزون فقط خاطر كاين معنا دي جون كي سون مال فايون دونك باش يسمعوا للتعريف نحييهم. كاين سيدات زوج سيدات وحده من القريحه وحده من العاصمه. مثلا باب الزيرة عباره عن باب حديدي ضخم اطلق عليه قديما باب الزيرة وهو باب يسهل دخول البحاره من عرض البحر. الوغ كاين غانيت باب عزون سمي كذلك نسبه الى احد الثوار من اهالي منطقه القصبه والذي ثار ضد الحاكم العثماني سنه 1820 حيث قام عزون بمحاصره المدينه بجيشه ولكنه في الاخير قتل من طرف الاتراك. فوالا وباب عزون وفي هذاك يعني قتل في هذاك البلاصه اللي اسمها باب عزون معروفه دوكات. فوالا حبايبي ان شاء الله تكونوا استفدتم هاد المعلومات اللي جبناهم ولا الكومبليمون دافورماسيون اللي جبناهم يعني اللي زدناهم وزادوه المشتركين والمشتركات. يعطيكم الصحه حبايبي بارك الله فيكم ربي يخليكم ليا. وهاد القناه راهي قناتكم يعني نتوما راكم تثريو فيها معايا يعني ما شاء الله عليكم ما شاء الله يعني فريمون جي ريان ادير بارك الله فيكم. ان شاء الله نتلاقاو فيديو اخر وما تنساوش توجور لي ميغ شوز سون توجور لي بلو سامبل. ومع للمحافظه على التقاليد والسلام عليكم ورحمه الله.